وعملها في منطقة بيروت في القلمون بعد خروجهم من القصير في ريف حمص. كاميرا العربية دخلت إلى منطقة القلمون والتقطت في محاولة لمعرفة حيثيات الاغتيال وتسليط الضوء على هذه السابقة الخطيرة. لا، علي طرون أبو معاوية كان دوره أساسي وشي بالإغاثة يعني، فكان يعمل حاجيات الناس والإغاثة يوصل للمحتاجين. بس بعد ما طلعوا أهل باب عمر من المنطقة وإجوا أهل الصيع أهل المنطقة، فكان له دور أساسي بتوحيد صفوف المقاتلين وإنشاء فوج الأول. في هذا البيت المتواضع البعيد عن الأعين وجد علي مقتولا. يا شيخ، حاولنا فتح الباب لكنه كان مقفلا. تبين لاحقا أنه أغلق بأمر من المحكمة المشرفة على التحقيق. وين بالضبط؟ هلا هو بعيد الضباط عند مكان المحرمية هاي، كان خطوط شطة منبطحة يعني، كان رأسه اتجاه هيك وجوي لورا. لا نستبعد في المحكمة وجود خلايا نائمة تابعة للنظام يستخدمها كيفما شاء ومتى شاء، لكن التحقيقات الأولية تدل على أن الفعل المرتكب هو فعل جنائي، علما أنه لم يسبق لأحد من قادة الجيش الحر أو عناصره أن تعرضوا لعملية اغتيال أو اعتداء من قبل هذه الخلايا. هل سيكون سيناريو الاغتيالات هو السمة الغالبة على الحرب السورية في الأيام القادمة؟ أم أن المعارضة المسلحة سوف تحصن نفسها وتحمي قادتها وتفشل هكذا مخططات ترمي لأضعافها؟ نادر الحسيني، العربية، القلمون، في ريف